يومكم جميل، وتحية عطرة مداخلة بعنوان انحدار الإنسان في مجتمع اليوم، مقدمة تتوافق الإنسانية بالمعنى العادي والإنساني المصطلح مع الكرامة والوفاء الشخصي لكل شخص. وعلى العكس من ذلك، فإن ما يمنعه ويهين الشخص يسمى غير إنساني. بهذا المعنى نتحدث عنها هنا. يبدو أن النزعة الإنسانية تتراجع في المجتمعات المعاصرة لأسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية. مقاومة هذا الانحدار الزاح سيكون في مصلحة الجميع. أولا، كيف يكون الإنسان إنسان؟ للإجابة على سؤال الإنسانية هذا على أساس يومي في المجتمع المعاصر، سوف نتبع حدثنا فيما يتعلق ببعض الجوانب التي تعتبر ذات سيل. إذا ما الذي يجعل من الممكن التصرف بشكل إنساني بالمعنى العادي للمصطلح؟ أولا، ينبغي أن نأخذ وقتنا. لكي تكون إنسان عليك أن تأخذ وقتك. هذه استجابة أولى مفاجئة، أنها تتعارض مع السرعة المفروضة التي هي معيار حياتنا المعاصر، وتعارض الحداثة الموجهة نحو الإنتاج والتسرع. يسمح لك أخذ وقتك بالتصرف بإخلاص والقيام بما عليك القيام به بشكل جيد، وأن تكون متحذرا وترحب بالآخرين. يمنحك أخذ وقتك بإمكانية الاهتمام والجدية تجاه نفسك والآخرين وعملك. أن تكون إنسان لا يعني أن يكون لديك الوقت فقط، ولكن أيضا وقبل كل شيء أن تتحرر من المشاعر والانفعالات. سيتم استخدام هذه المرة للتفكير بهدوء، بينما تكون مستثنى مؤقتا من الضرورات الحيوية والجشع الغريزي والصراعات الاجتماعية. سيسمح لك بفكر متحرر من الرأي بعيدا عن الإيديولوجيات. يمكن المرء أن يقول فكرا فلسفيا. في هذا الاقتراح ننضم إلى عدد كبير من التقاليد الفلسفية. إذا تجنبنا الميتافيزيقا والتزمنا بالجانب العملي، فهذا ما يسمى تقليديا التأمل، التمرين الروحي، وما يسميه ميشيل فوكو تقنيات العناية بالذات. هذه ببساطة أوقات للتفكير بحرية وهدوء نسبيا. تقنية العناية بالذات هي تكنيك لسوسي دو سوا، يعني بالفرنسية. بعد ذلك، بعد أخذ الوقت، التفكير بمالية، فكر مالية. أن تكون إنسان وأن تفكر جيدا. قد نجد هذا التأكيد الثاني مثير للفضول مثل الأول، إنه ضروري بسبب تعقيد المشكلة الاجتماعية والعلائقية. التفكير البسيط والمحدود والتشبث بالجوانب الجزئية وفكرة غير منطقية سيكون لها فرصة كبيرة لإيذاء الآخرين بشكل إرادي وكذلك نفسي. كما يتطلب الموقف الإنساني على عكس من ذلك أن يكون منبع أي فعل حكما معقدا متوازن يدمج حدود الأخلاق مع الظروف الخاصة للحياة اليومية. إنه حكم يعترف بالتعقيد وعدم اليقين، ولا يؤدي إلى شك بل إلى الحذر في التأكيدات والسلوكات الناتجة عنه. كما يعتمد الفكر الفردي والجماعي على الأفكار السائدة، أنظمة الفكر والمعرفة والإيديولوجيا. هذه التبعية الإيديولوجية حتمية، لأن الإنسان يتلقى هويته ومعالمه ومفاهيمه من ثقافة معينة. مع ميشيل فوكو نقول إنه أن تكون إنسان يعني أن تنأى بنفسك عن هذا التراث وأن تنتقده على أساس تعاطف. على وجه الخصوص، تؤدي الإيديولوجيات من خلال التأكيدات المبسطة والحزبية إلى كونها غير إنسانية. ثالثا، يعني بعد أن تأخذ وقتك وأن تعتني بنفسك، يعني تفكر بشكل جيد، أن تبقى محترما وجديرا بالاهتمام. يعني ما معنى أن تبقى محترما وجديرا بالاهتمام؟ جديرا بالتقدير، بالتقدير، نعم، جديرا بالاهتمام والتقدير. أن تكون يعني تقدير، أن تكون إنسان وأن تكون محترما ومقدرا. بقول هذا ننضم إلى التقاليد الإنسانية والحكم الشعبية حول التواصل الاجتماعي. يحترم عدد كبير من الناس الأشكال الأولية للكياسة، وهم صادقون ويعترفون بالقوانين العامة. إنهم يلتزمون بعض الآخرين بالتواصل الاجتماعي الأساسي أو الحشمة المشتركة، كما يقول جورج أورويل. الاحترام والعدالة والمعاملة بالمثل هي في صميم الإنسانية، أنها توفر إمكانية الكرامة للجميع. هذه شروط لكي يولد شعور المجتمع ولكي يتم بناء رابطة اجتماعية إيجابية وتحملها. هناك قواعد أساسية، قانون عام في جميع المجتمعات، تم تحديد إمكانية وجود قانون مشترك بالإضافة لتلك الخاصة بالبعض من قبل أرسطو. ربما يكون مجتمع القواعد هذا من الثوابت الأنثروبولوجية التي يمكن تلخيصها بعد مارسيل مورس بمبدأ أعطي استقبل أعد. هذه القواعد المفيدة للعيش معا، والتي يتم تعلمها من خلال التعليم والعلاقات
مع الآخرين، مع كلود ليفي ستراوس يمكننا ربط هذه القواعد واحترامها بالتنظيم التأسيسي للثقافة الإنسانية. احترام الآخرين هو قبل كل شيء احترام القانون العام للجميع. لديك هوية، أن تكون إنسان يعني أن تكون لديك هوية فردية وجماعية تسمح لنا الهوية النفسية بمعرفة أننا موجودون كفرد، يتجلى ذلك في الخصائص. وأحيانا وراء هذه الشخصية الهوية لها شكل أساسي، هذا ما يسمح يعني هذا ما يسمح للفرد أن يدرك نفسه. دائما مع مرور الوقت كواحدة مستقرة على الرغم من التعددية التي يتشكل منها أو تشكله، هنا شخصية غير مزينة بأي بهرج أو أي قناع، وهي الأكثر مركزية بالنسبة للإنسان. تأتي الهوية الاجتماعية من الثقافة والتاريخ والتقاليد واللغة والمشاركة فيما تعتبر بمثابة دعم للتواصل الاجتماعي. أن تكون إنسان وأن يكون لديك فردانية راسخة في الجماعة في المجتمع، هذا يخلق الظروف اللازمة للمشاركة والتبادل مع الآخرين. يمكن تشكيل الثقافة في أصل الهوية الاجتماعية من خلال التقاليد وعادات بلد المرء، ولكنها مرتبطة بثقافة عالمية مفتوحة. على أساس الهوية المشتركة يتم إنشاء مؤانسة الإنسان. إن الجماعات التي تدعي فرض أعرافها ودياناتها على الآخرين تثبت دائما أنها عوامل انقسام وعنف مدمرة للإنسانية. الموقف الرابع هو شارك واحصل على التعاطف. أن تكون إنسان وأن تشارك مع الآخرين. شخص متوازن يهتم بسهولة وعفوية بالآخر، أنه متعاطف ومشارك، يعني متبادل، متعاطف ومتبادل. إنه يتعاطف مع الآلام، يشارك الأفراح، وتبادل هناك صدى وتأثيرات مرآة وهوية مشتركة بين البشر. كما يؤدي التعبير العفوي إلى الوجود مع الآخرين، ويعطي أسلوبا لطريقتنا في الوجود، حياة مفعمة بالحيوية من خلال هذا الوجود. يمكننا التحدث عن الاستقلالية، على عكس استقلالية الحياة المنسلبة المغتربة الغريبة عن نفسها الآلية. الأسلوب إذا كان يظهر الإنسان فرد يغذي الآخرين ويجلب لهم حضورا حيا. أن تكون إنسان يعني أن تكون متصلا بمن حولك وأن تحاول فهمهم، كما يعني إظهار التضامن والانضمام إلى شبكات المساعدة المتبادلة غير الرسمية. إنه أيضا لنقول ما نعرفه وما نحبه لمشاركة معرفتنا. تتجلى هذه المشاركة في شبكات المساعدة المتبادلة المحلية التقليدية أو التي أنشأتها الروابط الأسرية أو حتى الروابط الجديدة الناتجة عن الويب. بعد ذلك نأتي إلى الإنسانية وتحقيق الإنسانية، بشرط أن يكون حرا ومتحضرا لكي تكون إنسانا. يتطلب أن تكون حرا داخل مجتمع متحضر. لا يتعلق الأمر بالحرية المجرد لأداء عمل سخيف غير محدد، بل يتعلق بالحرية الملموسة التي تكون قادرا على فعل ما تم سرده. يتعلق الأمر بالحرية في قضاء وقتك، حرية التفكير، حرية البقاء محترم، حرية التعبير عن هويتك الفردية والاجتماعية والمشاركة مع الآخرين. تتطلب هذه الحرية الملموسة مجتمعا ليس شموليا، بل هو أيضا ظروف معيشية كريمة. يتم اكتساب التوازن الشخصي والكياس من خلال التعليم والحضارة. يوضح روبرت إلياس بقوله أن سيرورة الحضارة تتكون من تعديل حساسية الإنسان وسلوكه في اتجاه محدد جيدا. في كتابة ديناميكية الغرب، قد تأتي هذه العملية من حقيقة أن الاعتماد المتبادل بين البشر يؤدي إلى نظام محدد أدى في العصر الغربي الحديث، والذي يمكن تتبع بدايته القرن 17، إلى تخفيف التقاليد ليس القضاء عليه. قد استمرت النزعة الإنسانية وهي فكرة ولدت في العصر النهضة خلال عصر التنوير. كان كتب جان جاك روسو في عام 1762 أن يكون البشر بشر فهذا واجبك الأول، مخاطبا إيميل، يعني إيميل أو في التربية. وهكذا أشار إلى أن الإنسانية مكتسبة وأن الإنسان لديه القدرة على أن يكون إنسانيا. الفكرة الأساسية والأكثر أهمية للإنسانية اعتبار أن الإنسانية ليست فكرة مجرد، بل يمكن تحقيقها من قبل الجميع، لأن كل شخص يحتمل أن يتمتع بصفات أساسية ضرورية. إذن تفترض الإنسانية مسبقا أساسا مشتركا للظروف البشرية، وإنسانية محتملة للجميع، ممكنة لجميع أعضاء الجنس البشري. يدافع الجانب الأخلاقي من النزعة الإنسانية عن كرامة وقيمة كل بشر، ويرفض أشكال القهر. إنها محاولة لإخراج الإنسان من البربرية وتحذيره. ليزيل من الضروري أن تسمح الظروف الاجتماعية بهذا العمل. لكن لماذا حصل الإنسان سقوط انحدار الإنسان؟ ما هي أسبابه؟ إن جميع الجوانب التي تحولنا من خلالها وصف الموقف الإنساني تتدهور حاليا في الحياة اليومية.
يؤدي فرط النشاط إلى الفظاظة والإهمال والإجبار على تسريع المهام وجعلها غير متوفر. تضحي البيروقراطية التكنولوجية باحترام الجميع للتنظيم والربحية. المنافسات التي تحافظ عليها المنافسة الاقتصادية والرياضية والتعلمية وكسر الانقسام والمساعدة المتبادلة، ولكن عوامل الفاعلية والعلاقة الجيدة مع الناس انعدم التثمين الكافي للثقافة المشتركة والقيم الأخلاقية يتركوا فراغا. أما فيما يتعلق بالتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تطفو على السطح، فإنها تقوض شعور بالعدالة الضرورية لرابطة المجتمعات. في مجتمعاتنا الغربية المعاصرة يتظاهر الإنسان اليومي لحسن الحظ لا هذه يعني لا تختفي، هذه الفوارق لا تختفي، هي تنسحب من الأنشطة العامة مثل العمل والتبادلات والحياة الإدارية والاحتفاظ بمكان في المجال الخاص والأسرة والأصدقاء والجمعيات. تاريخيا يمكننا تأريخ هذه الظاهرة، يتوافق هذا الانسحاب مع التغيير الذي بدأ حوالي عام 1975، ثم شاهدنا ارتفاعا في قوة البيروقراطية التقنية والعولمة الاقتصادية والتي تفاقمت من خلال الثورة الليبرالية في فترة الثمانينات، وأخيرا وصلت أزمة 2008 واشتدت حدتها في مستوى هذه الظاهرة. يعني اشتدت هذه الظاهرة في حدتها، يعني انحدار الإنسان. لأن التهديدات الإرهابية التي نشهدها حاليا تزيد من الميل إلى الشرطة والرقابة الإدارية. الآن ما هي الأسباب الاجتماعية لانحدار الإنسان؟ الاقتصاد والبيروقراطية. يجب علينا تمييز بين الليبرالية السياسية والليبرالية الاقتصادية حتى لو كان الاثنين مرتبطين. لأن الليبرالية عندما تكون اقتصادية بشكل أساسي تصبح أقل ليبرالية ولا تهتم، لا أقل ليبرالية بالمعنى السياسي، ولا تهتم كثيرا بالناس. مثال الكاريكاتوري هو تحالف الدكتاتور بينوشي مع الليبرالية الجدد في مدرسة شيكاغو. أرادت الليبرالية السياسية في عصر التنمير فرض قيود على تأثير الدولة والكنائس والتقاليد من أجل حماية الحرية الفردية. أدت هذه العقيدة إلى الدفاع عن مجتمع محايد أكسيولوجيا أو علمانيا يمكن لكل فرد أن يعيش فيه كما يراه مناسبا، قاضيا عن عدم الإضرار بالآخرين. التجارة الحرة هي فقط تطبيق هذا المبدأ في المجال الاقتصادي، لكن توماس هوبز أثر على العقيدة الليبرالية من خلال بديهية المصلحة التي سائدت في فكر الغرب الحديث، مفهومها المتشائم مع الأخذ في الاعتبار السيادة السياسية المعادية للمجتمع والوحشية والأنانية للإنسان، وتتألف من فرض نظام يعني نظام مصطنع يضمن بقوة القانون أو بالإرهاب السلم الأهلي واحترام العقود. تطورت الليبرالية الاقتصادية من الليبراليين الأوائل والكلاسيكيين إلى الليبراليين الجدد. هؤلاء الأخيرين ومن بينهم ميلتون فريدمان فريدريك هايك لا يلتزمون بنفس المشروع الاجتماعي مثل الليبراليين الكلاسيكيين. يمنح الليبراليين الجدد مجالا واسعا للغاية لحرية الفرد والشركات، ولكن على ذلك ينكرون أي دور تقريبا للسلطة العامة، ليس فقط في الاقتصاد بالمعنى الصحيح، ولكن أيضا في التعليم والصحة وحتى في البنية التحتية المجتمعية. القطحان هذه المدرسة للدفاع عن عدم المساواة كعامل للنمو، لقد أصبحت الليبرالية الاقتصادية اقتصادا مفتونا بذاته تاركا الجانب الاجتماعي والإنساني. قال كاستورياديس كورنيليوس إذا كانت الليبرالية قادرة على العمل بشكل جيد بشكل عام، ذلك لأنها اعتمدت ضمنيا على عدد معين من القيم الإنسانية من الرواسب الثقافية. سوء الحظ منذ منتصف القرن العشرين بدأ الشك النسبي لتقويض مبادئ الاستقرار هذه. تم تصنيف الأشكال الشائعة لتعريف الإنسان على أنها بنيات تعسفية ومتخلفة، بحيث لم تعد الاقتصادية النزعة الاقتصادية تجد حدودا. تدمر الإيديولوجيا النيو ليبرالية المعايير التي استقرت الليبرالية وأعطتها قابلية الحياة، تماما كما أن النمو الاقتصادي غير محدود محكوم عليه باستنفاذ الموارد الطبيعية مما يجعل ذلك ممكن. فإن الامتداد غير محدود لحق كل فرد في استغلال جاره لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تقويض الأسس الأخلاقية التي تجعل التواصل الاجتماعي ممكنا. على ذلك بشكل مستقل، فإن التأثير الإداري البيروقراطي للدول والشركات يتزايد باستمرار بسبب ثقله الهرمي وأدائه الميكانيكي ومنطقه المحدود بالكفاءة الظاهرة والمنافسات الداخلية. والبيروقراطية تدفع بالتعاطف والمبادرة والمسؤولية داخل تنظيم العمل سواء في شركة الخاصة أو العامة. إلى جانب الاقتصاد، فإن البيروقراطية الإدارية هي العمل الآخر لا إنساني. تقوم دول وشركات الكبرى بتثبيت بيروقراطية متزايدة الاتساع إذا أمكن ذليلة ومنسقة للإدارة، والنتيجة هي تعقيم ظروف المعيشة والعمل وفي بعض الأحيان انخفاض في الجودة مما يساهم في فقدان المعنى. تعمل البيروقراطية أيضا وفقا لهذا المبدأ البيروقراطي للتسلسل الهرمي من أعلى إلى أسفل.
بغض النظر عن الاختلالات الوظيفية. إذن هنا القسم الأخير الإنسان الاقتصادي والمجتمع المنحرف أو انحراف المجتمع، انحدار الإنسان ناتج عن انحراف المجتمع. إن الحضارة التي يهيمن عليها اقتصاد السوق تفرض على كل فرد طريقة معينة في الحياة تتمثل في بيع شيء ما بشكل عام وقته وعمله. قد حرر الفرد الليبرالي الغربي نفسه من الروابط التقليدية التي أقامت مجتمعات منظمة من وجود الإنسان. بالنسبة للنيو ليبرالية المضافرة فإن الحياة الاجتماعية ستنظم خارج أي حكم على القيمة وفقا للقوانين السوق الحرة التي تحكم اقتصاد السلع والقانون المجرد الذي يحكم العلاقات بين الناس. ستكون هذه المنظمة الجديدة عقلانية وفقا لتقنية قريبة من العلوم الدقيقة. تتصور هذه الأيديولوجيا أن المجتمع يمكن أن يتشكل على أساس المصلحة الفردية. لقد روجت للإنسان الاقتصادي وهو الشخصية الأسطورية المثالية للفرد الذي لم يتصرف بدافع الأنانية البحتة فحسب، بل كان يعرف جيدا الوضع الاقتصادي ويتفاعل معه بعقلانية لمصلحته الخاصة. سيتكون المجتمع المثالي من تفاعل الإنسان الاقتصادي. ينسى هذا الاقتراح تحديد أن مديري الثروات فقط هم من يمكنهم أن يشبهوا هذه الشخصية، وأن بقية السكان الذين يشكلون كتلة الموظفين الذين يعيشون من عملهم يخضعون لهذا النموذج السخيف. بالنسبة إلى يعني النيو ليبرالية التي تعتبر فكرة شمولية لا تتعلق بالاقتصاد فحسب بل بكل سلوك الاجتماع البشري، تدعي هذه العقيدة تحرير الأنانية والجشع الذين كان ينظر إليه دائما من العصور القديمة إلى فلسفة التنوير على أنهم ممثلين أخطارا على المجتمع وتم احتوائهم من خلال الأخلاق. ترفع الإيديولوجيا النيو ليبرالية لمزيد من المنافسة والأداء والمزيد من المال من أجل المشاركة في نموذج الإدمان الاستهلاك العظيم. إنها تدافع عن تجنيس معمم، تزيل المعالم الثقافية والمحظورات وتقلل من أداء الأفراد إلى وظائف غريزية. دعونا نعطي مثال على التعديلات التي أجرتها إدارة العدوانية. مبدأه هو تقويض الاستقلالية والمبادرة لزيادة الأداء لوضع الموظفين في المنافسة. حول هذا الموضوع أود أن أقتبس يعني من بعض المناظرين الليبرالية الجديدة الذين يلاحظون فيما يتعلق بالموظفين أننا انتقلنا من العلاقة إلى المورد. في الواقع أصبح مدير العلاقات الإنسانية في السبعينات مديرا للموارد البشرية. إن الطريقة التي يعان بها البشر في الشركة تتغير، لقد انتقلنا من رؤية إنسانية حيث كان الفرد يعتبر كائنا عالائقيا إلى رؤية مادية حيث أصبح مورد يجب تحسينه. يعتبر الفرد نفسه نوعا من الموارد الخام للإنتاج وهو سلعة قبل الاستبدال ويمكن استبدالها بعد الاستخدام. سنكون في رؤية الإدارة البشرية في الوقت المناسب الشخص الذي أصبح مجرد كائن. إذن يمكننا أن نرى النتيجة، طفرة العالمية والكوكبية التي تشجع الكمية والقابلة للقياس والسريعة والمادية والفعالة الفعالية الفورية والبسيطة والمرئية والمستهلكة والمربحة التي تظهر في جميع الحالات التي تنتشر فيها البشرية أنشطتها. هناك زعزعة للاستقرار الإيديولوجي. إن إيديولوجيا الكفاءة والربحية تقوض الأسس الثقافية التقليدية والكياس ومبدأ المعاملة بالمثل باختصار الإنسانية، يتم استبدالها بالنفعية والجشع والنجاح. إنها تقدر الابتكار الدائم والتغيير المستمر بطريقة مباشرة تدافع عن تفوق الاقتصاد والأسواق على القيم الإنسانية. هذه الإيديولوجيا التي تراجعت بشكل مختلف هي السائدة في جميع الدول لأنها تعزز قوتها الاقتصادية. إنها تعكس تماما الأخلاق الإنسانية. إنها تفرض السرعة والربحية والمنافسة. التنافسية والربحية الكلمة الرئيسية في الخطاب الحالي. إن الركض والإثارة والتصرف على عجل والرد دون مسافة والاستجابة للإغراءات المتواصلة، وأن تكون غير متعلم ودون جذور ودون تاريخ، وأن تكون عاملا فعالا للآلة المنجئة وأن تستهلك بشكل أعمى، لا يعني ذلك أن تكون إنسانا ولكن أيضا يمكن المرء أن يجرم يعني تقدمية ساذجة. ترى أن أي تحرير في الأعراف هو أمر إيجابي وأن الرغبة الفردية مهما كانت غريبة لها الأسبقية على المصلحة المشتركة. كل غموض الزواج للجميع هو الذي يقدم نفسه كإجراء سخي دون مراعاة العواقب المزعزعة على الاستقرار، على التوازن الشخصي للأطفال وعلى تنظيم المجتمع. في سياق آخر لكن هذا ينطبق تماما، يتحدث جورج كونغويلام على ما كانت الحياة التي تقلل من قيمة الإنسان لدرجة ترى فيها فقط المادة التي يجب استخدامها، ترى فيه المادة التي يجب استخدامها وإعلامها بتقنية مناسبة بهدف تحسين الأداء الاقتصادي والتبسيط السياسي في كتابه الفلسفة والبيولوجيا.
الحركة الإيديولوجية العميقة للغاية لما كانت الحياة التي أدت إلى فكرة الإنسان الآلة ممكنة الممكنة تعمل في الخلفية، آلة الإنسان والإنسان الآلة. يعني رد الفعل طائفي والديني. في موجة هذا الاضطراب نرى علاجا أسوأ من انتشار المرض، عود ظهور بعض الجماعات الدينية التي تزعم في ادعاء متفقهم الهوية أنها تفرض عادات ودينا، مما يتسبب في فقدان الرابط المشترك ويثبت أنها عامل تجريد العنف من إنسانيته. هذه المواقف الإيديولوجية تمنع التفكير بحكمة وذكاء وتتسبب في فقدان المعنى وتفكيك الهوية. فجأة بدأ الفراغ والضيق يولد هذا الفراغ إما خيبة الأمل أو اللامبالاة أو سخرية من الذات أو كرد فعل عودة إلى المجتمعات الدينية وإيديولوجياتها الرجعية والتسلطية. الخلاصة الاستمرار في الإنسانية. من المسلم به أننا بعيدون جدا عن البربرية التي تنتشر في بقية العالم، لكن النزعة الإنسانية تتراجع بشكل خبيث في الغرب ما في ذلك في أوروبا. كيف نحارب هذا التآكل الخفي للإنسانية، للنزعة الإنسانية؟ هناك تآكل خفي، نعم، النزعة الإنسانية. في الوقت الحاضر لم يعد الأمر يتعلق بجعل الإنسان القيمة العليا ومقياس كل شيء ولا الترويج لميتافيزيق السمو البشري. الإنسانية ممكنة للإنسان العاقل بفضل قدرته على التفكير وتنظيم المجتمع والمشاركة مع زملائه. إلى هذا الحد تعتبر الإنسانية قضية اجتماعية ومنهجا يوميا ونضالا ضد ما يفككها، ضد اللا إنسانية. يعني إنسانية ضد اللا إنسانية، إنها نتيجة مكسب في الحضارة يتم استعادتها والدفاع عنها شخصيا وجماعيا مع كل جيل بفضل فلسفة التنوير والإنسانوية وحقوق الإنسان. لدينا خلفية ثقافية متينة وقديمة نعتمد عليها للدفاع عن احترام الإنسانية في مجتمعنا، لكن لا يكفي الإشارة إليها بل يجب الدفاع عنها ضد الهجمات. أولا الجهل، لأن نقل هذه الخلفية الثقافية غير كافي، ثم ضد الانتقادات المتلاشية لما بعد الحداثة، وأخيرا ضد عودة المجتمع الديني القديم. دون أن ننسى الضغط الذي تمارسه الإيديولوجيا الإنتاجية النيوليبرالية والمنافسة السياسية العالمية، يتراجع البشر تحت تأثير ضرورات الاقتصادية وتفاقم، يعني تتراجع الإنسانية، نعم تتراجع الإنسانية، نعم نزع الإنسانية أو القيم الإنسانية، تتراجع القيم الإنسانية تحت تأثير الضرورات الاقتصادية وتفاقم التنافس بين الدول والنفوذ التقني الإداري المتزايد. في مواجهة هذا الموقف يجب أن نحاول الحفاظ على موقف كريم وعاطفي على أساس يومي مع معارضة فقدان المعالم الفلسفية الناتجة عن التنوير الذي يؤثر على مجتمعاتنا المعاصرة. الإنسانية هي رصيد ثقافي ثمين يجب الدفاع عنه بشدة ضد الحركات الإيديولوجية والتطورات الاجتماعية التي تهددها، خاصة اللامبالاة والإزدراء والعدوانية والعنف حتى الهمجية. ممكن الحضارة الإنسانية فتحات يجب الحفاظ عليها بعناد. هذه مداخلاتنا حول أسباب انحدار الإنسان في المجتمع اليوم وضرورة استعادة الإنسانية والدفاع عنها أو عليها ضد الهمجية وضد العنف والعدوانية والإزدراء واللامبالاة. إذن أتمنى أن تكون هذه المداخلة التي أتينا ونقدنا فيها الليبرالية الجديدة ونقدنا فيها الإنسان، سيطرة الإنسان، نموذج الإنسان الاقتصادي على بقية النماذج الإنسانية، وربما خلصنا إلى ضرورة يعني تشهير بالضغط والبؤس الذي تسببه البيروقراطية الإدارية، وكذلك يعني المخاطر البيئية ومخاطر الألينة ومخاطر الاغتراب ومخاطر الاستبداد السياسي والدولة الشمولية، وضرورة العودة إلى رفع لواء حقوق الإنسان ورفع مطالبة بالعدالة والمساواة، مطالبة بالحقوق الأساسية لكل البشرية للدفاع على الإنسانية. شكرا جزيلا.